اكشن. ده البرت، واحد بيبقى رايح اختبارات، والاختبارات دي بتبقى اختبارات على شغله، والمفروض ان هو بيبقى رايح اول يوم ليه في اختبارات الشغل بتاعته، والمفروض ان هو هيشتغل عشماوي منفذ احكام اعدام، وبيبقى رايح معاه صاحبه وبيبقى اسمه جوش، وبيعدوا اول يوم تدريب والدنيا تمام وبتاع فاهم، والدنيا حلوه، وبيبان عليه ان هو حابب ان هو يتعلم الشغلانه. وبعد ما بيخلص وهو مروح بيقابل دي، وبيبقى اسمها ان، وبنعرف انها حبيبته. وبعد كده بيروح على البيت، وبنعرف ان هو عايش مع امه، وامه مش بتبقى راضيه عن الشغلانه اللي هو شغالها. وبعد كده بيجي له عمه، وبنعرف ان عمه راضي عن الشغلانه اللي هو شغالها دي جدا. ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان كمان ابو البرت كان شغال نفس الشغلانه. وتاني يوم بيروح مع جوش عشان يظبطوا المشنقه، عشان عندهم اول حاله اعدام هينفذوها بنفسهم، وبيظبطوا الدنيا وبتاع. وبيجي تاني يوم اللي هو ميعاد حكم الاعدام، والبرت وجوش بينفذوه، وجوش بيبقى قلبه ضعيف وبيبقى مش مستحمل اللي بيحصل، بس البرت بيبقى الموضوع بالنسبه له عادي جدا ومش متاثر باي حاجه. وبعد ما بيخلصوا بيتكلم مع جوش، وجوش بيقول له ان انت قلبك جامد وبتاعه، البرت بيقول له ان انت لازم يا اسطى تخلي بقى ايه قلبك جامد وكده. فجوش بيقول له لا بص، الشغلانه دي مش بتاعتي، وخد الفلوس اهي يا عم، وانت ايه حل عليك، انا مش عايز اقتل الناس ولا حاجه. وجوش بيسيب البرت وبيمشي. وبعد كده البرت بيروح على البيت، وبيطلع المذكره بتاعته وبيكتب فيها اول اسم لاول حد نفذ عليه حكم الاعدام. وبعد كده بيعدي فتره، وبنشوفه بعد ما اتجوز ان، وبنعرف ان هو مش معرفها هو شغال ايه. وبعد كده بيروح عشان ينفذ حكم اعدام على بنت. وبعد ما بيخلص بيتكلم مع المساعد بتاعه، بيقول له شفت اللي قالك انا على الحبل جوه؟ فالمساعد بيقول له ايه؟ فالبرت بيقول له رش، اعمل لايك بالحب بقى. وبعد كده بيروح على بار وبيقابل ده، وبنعرف ان اسمه تش، وبنعرف كمان انه اعز صاحب ليه. وبعد كده بيتعرف على واحده اسمها جيسي، وجيسي دي بتبقى حبيبه تش. تش دي بتفكرني بالفلافل، انا جوعت. وبيعدي فتره وبنشوف البرت وهو في الشغل، وبنشوف ان كل المسؤولين بيبقوا معجبين بشغله وبكفاءته. وبعد كده بنرجع لان، وهي قاعده في البيت لوحدها، وبنشوفها وهي بتفتح المذكره بتاعه البرت، وبتبقى مليانه باسامي الناس اللي نفذ عليهم حكم الاعدام، وبتعرف لاول مره طبيعه شغله، وبتتصدم بس بتتعامل معاه عادي ومش بتبين له ان هي عارفه. وبعد كده بيجي له باسة شغل المانيا وبيسافر، ولما بيوصل هناك كلهم بيرحبوا بيه عشان سامعين عن كفاءته. وبعد كده بيروح عشان عنده احكام اعدام جماعيه، وكان مطلوب بالاسم ان هو ينفذها. واثناء ما هو شغال الكل بدا يضعف من كميه الجثث اللي اتعدمت قدامهم، ما عدا البرت الوحيد اللي ما تاثرش عشان المخرج عايز كده. وبعد كده بنشوف الصحافه بقى وهي بتكتب عنه، وبعد كده بيتشهر والدنيا بتبقى معاه تمام. ولكن بسبب الشهره كان في ناس كتير بتتظاهر ضده عشان شايفاه انه سفاح وقاتل. وبعد كده بيجيب الجرايد وبيقعد مع مراته، بيقول لها عن طبيعه شغله وبتاع، ومراته بتفاجئه وبتقول له ان هي عارفه، فبيقول لها انت عرفتي منين وبتاع، بتقول له اتوكس بقى ايه، مش وقته، خلينا ايه في الناس اللي بتهاجمك دي، انا عندي ليك فكره حلوه، ممكن نعمل منها مشروع وسبوبه كده ايه، تبقى ملمين على جنب، وممكن كمان تبقى هي السبوبه الاساسيه. قال لها طب ارغي وقولي اللي عندك بسرعه عشان انا دلوقتي متعصب. قالت له انا كنت محوشه ملمين، على ملمين اللي معاك احنا هنشتري بار، وهنستغل شعبيتك في التسويق للبار دوت، وهناكل الشهد من وراه. وهو بيقلبها في دماغه وبيوافقها على الفكره دي. وفعلا بعد كده بنشوفهم بعد ما اشتروا البار وبيظبطوه وبتاع، والدنيا معاهم بتبقى حلوه. وبعد كده بنشوف البرت ان هو لسه مكمل في الشغل بتاعه، وما سابهوش بعد ما شغل البار بتاعه والدنيا معاه بقت تمام فيه. وبعد ما بيخلص شغله، واثناء ما هو مروح بيشوف فيه مظاهره كبيره بتهتف ضده، والمتظاهرين لما بيشوفوه بيقعدوا يشتموه وبيقولوا له يا سفاح ويا قاتل. وبعد كده بيروح على البيت وبيقعد يفكر في الكلام اللي المتظاهرين كانوا بيقولوه، وبنحس ان هو بدا يتاثر بالكلام ده سيكا يعني فاهم، مش قوي اللي هو يتاثر سيكا. وبعد كده بنشوفه هو قاعد في البار بتاعه، وتش صاحبه بيبقى قاعد وبيبقى باين عليه ان هو حزين ومكتئب جدا. فالبرت بيروح له بيقول له يا اسطى مالك في ايه؟ فبيقعد يغني بقى مش عارف ايه جو محمد حماقي ده، مش فاهمك انا يا اسطى. المهم بنفهم من الاغنيه ان حبيبته اديته الصابونه وراحت صاحبه واحد تاني. وبعد كده بنشوف جيسي الاكس بتاعته وهي جايه مع حبيبها الجديد، وتش بيحاول ان هو يتكلم معاها، فالولد الجديد بتاعها طبعا بيفتح حضراته وبيتصدر لها وبيدي له واحده بام فاهم كده، فاهم واحده يا حلوه شوفيني يعني. بس البرت بيتدخل وبيقول لهم يا جدعان الكلام ده مش هينفع عندنا هنا، وبيطرد جيسي وصاحبها الجديد بره البار عنده. وجيسي بتزعق له بتقول له انا غلطانه ان انا جيت عند واحد قاتل زيك اصلا، وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده البرت بياخد تش صاحب عمره بقى اللي لسه واكل واحده في مناخيره دوت وبتاع، وبيحاول ان هو يراضيه بقى وبيقول له فاهم يعني انساها بقى وخد الخطوه الجديده في حياتك والشويتين دول. وبعد كده بيروح على البيت وبيتكلم مع مراته، بيبقى متضايق عشان اللي حصل مع تش صاحبه، بس هي بتبقى مش مهتمه باللي هو بيقوله، وبيبان عليها
انها بدأت تهتم بالفلوس اكتر من اي حاجة. فالبرت بيبان عليه ان هو ابتدى يتضايق عشان مفيش حد حاسس بالمعاناة اللي هو حاسس بيها. وبنشوفه تاني يوم وهو بيبقى في المخزن بتاع البار بتاعه، بتجيله واحدة وبتفضل تترجاه وبتعيط عشان ما يقتلش ابنها ويعدمه، بس هو مش بيديها اهتمام وبيدخل المخزن وبيقفل على نفسه. بس بيبان عليه ان هو ابتدى يتأثر اكتر، وابتدى ان هو كمان يكره الشغلانة بتاعته عشان بتخلي ناس كتير تتفرق عن بعض بسبب الموت وهو اللي بيموتهم بايده. وبعد كده بنشوفه وهو قاعد في البار بتاعه بيبقى بيشرب القهوة بتاعته قبل ما يروح الشغل، وبيروح على الشغل. وبعد كده بيقعد يتكلم مع المساعد بتاعه بقى عن المظاهرات وبتاعه الشويتين دول، فالبرت بيقول له ملناش دعوة، احنا لينا نعمل شغلنا وبس. وبعد كده البرت بينزل هو والمساعد بتاعه، ورئيس السجن بيجي له وبيقول له ان اللي انت هتنفذ عليه حكم الاعدام النهارده يبقى صاحبك. فالبرت بيقول له انا ماليش صحابه وبتاعه مش عارف ايه. فالمهم ان الرئيس بتاعه بيقول له اهم حاجه بالنسبه لي ان انت ما تتهزش وتبقى ثابت ساعه ما انت بتتنفذ حكم الاعدام. فالبرت بيقول له تمام وبتاعه، ما تقلقش من حاجه، وانا واثق ان اللي انا داخل انفذ عليه حكم الاعدام ده اصلا مش صاحبي. بس بعد ما الرئيس بتاعه بيسيبه بيبدا ان هو يتهز شويه، والفضول بياخده بيبقى عايز يعرف مين اللي هينفذ عليه حكم الاعدام النهارده. ولما بيقرب من الاوضه بيسمع الاغنيه اللي تش صاحبه كان بيغنيها في اليوم اللي اتضرب فيه في البار عنده، وبيتاكد ان هو صاحبه تش وبتاع. ولما البرت بيعرف ان هو هينفذ حكم الاعدام على اعز صحابه بيبدا ان هو يقلق ويتوتر، وبيبقى مش عارف يعمل ايه ومش عارف يتحكم في مشاعره. وبنعرف ان تش قتل صاحبته عشان هو مش قادر ان هو يعيش من غيرها، وفي نفس الوقت مش مستحمل ان هي تعيش مع غيره، فقتلها وقتل غيره، ولذلك هو اتحكم عليه بالاعدام. والبرت بيبقى متوتر وبيبقى مش عارف يعمل ايه ولا هينفذ حكم الاعدام على اعز اصحابه ازاي. وبيجي تاني يوم وبعد كده بنشوفه وهو واقف قدام تش عشان ينفذ عليه حكم الاعدام، وبيبقى مش قادر ان هو يحط عينه في عين تش. فتش بيقول له كده كده انا غلطت ولازم اتعاقب وبتاع ومش عارف ايه، وبيبقى مبتسم وبيقول له يا اسطى بقى ايه خلصنا عشان ايه نخلع من الدنيا بدري بدري كده عشان ايه ورانا، فاهم. فالبرت فعلا بيضطر ان هو في الاخر ينفذ عليه حكم الاعدام. وبعد ما بينفذ عليه الحكم بيبقى متاثر جدا وبيفضل يهتم بيه، حتى بيهتم بالجثه بتاعته وبيفضل معاه لحد الاخر لحد ما بيدفنه بنفسه. وبعد كده بيرجع على البيت وهو منهار وبيبقى سكران، وبعد كده بيتعارك مع مراته وبيقول لها انا قاتل وانا مش عارف ايه وبتاع. ومراته هي كمان بتتيح فيه، بتقول له انا اصلا مش طايقاك من بدري وعارفه ان انت سفاح وقاتل ومش قادره ان انا اتكلم ومستحمله عشان المليمين اللي باخدهم من وراك اصلا، فما تزيتش ولا اقول لك مش مستاهله زيت اصلا، انا هسيب لك الدنيا كلها وماشيه. وبعد كده بيخش بقى في حاله اكتئاب وبيبدا يتخيل ان هو لسه ما قتلش صاحبه بقى وشويه الهلاوس دول وبتاع. وبعدها بنشوفه بعد فتره وهو راجع الشغل بقى والدنيا معاه تمام وكل حاجه، وبيبقى رايح يعدم واحده في الوقت ده بتبقى ليها شعبيه كبيره جدا عند الناس بقى وبتاع، وفي الاخر فعلا بينفذ عليها حكم الاعدام. وبسبب ان هو نفذ عليها حكم الاعدام بقى البلد كلها بدات تكرهه وبتاع، وهو بدا ان هو ما يبقاش طايق نفسه. لحد ما في مره بنشوف ان مراته وهي داخله عليه وبتقعد تتكلم معاه، وهو بيقول لها ان هو خلاص بقى تعب نفسيا من الشغلانه ديت، وان هو بقى له 23 سنه شغال الشغلانه دي وقتل اكتر من 600 واحد، وقتل فرحه في بيوت ناس كتير وفرق ناس كتير عن بعض بسبب الشغلانه اللي هو كان شغالها كعشماوي. فانا حد مستقلتي بقى وكده تمام، ايه 23 سنه في الملاعب انا حلوه قوي كده. فمراته بتقول له والله اللي بياكل على درسه ينفع نفسه، دي مصلحتك وانت عارف بقى انت ادرى، فانا مش هقول لك. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الناس عارفه مصلحتها فين، وان هي تعمل لايك سبسكرايب تفعل زر الجرس تفرج على اللي فات استنى اللي جاي، تعمل شير عشان الفيلم ده اصلا مستوحي من قصه حقيقيه فاهم، فممكن شير برده فاهم، كومنت حلو كده فاهم، يعني ايه روق علينا كده الحاجات اللي ايه بتخلينا نكمل دي فاهم. كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.